برج حمزة فوق برج هي بس ضيق حاصر الفوق اللي تحت ايش هاي تعلمان روما تكون قدك شوف هذيك فيها ضيقة خلاص ليه تلقى الروتور ضعيف ما يفوت تحت هنا قلت لها مبوشي ايه تلقاه مبوشي ايه تلقاه مبوشي تيش صداد هذا اللي فيه نورمال شوفها ما يكفي سيليكون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صح فطوركم وصح رمضانكم ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. الفيديو تاع اليوم يا جماعه درتو سبيسيال للناس اللي تعاني من السوسه تاع البلوك. الناس اللي تعاني وتحب تشارجي البلوك تاعها بالاليمنيوم عند التورنار ولا عند سودار ولا ليسونسيال، حبيت نوضح واحد الامر برك بالنسبه للناس اللي تشارجي البلوك. بلوك يا جماعه كي نشارجيوه ديما لازم نتولهو المجاري تاع الماء. شوفوا معايا البلوك هذا كيفاش شارجيوها من قبل وشوف قفلوا له خلاص قفلوا له المسارات تاع الماء عاد الماء ما يسركلش مليح. كما تشوفوا هنايا الفيديو هذا درتو سبيسيال للناس خاطر بعثوا لي بزاف ناس كما تعرفوا لي بلوك هذا تاع لانكات فيهم مشكل تاع السوسه. شوفوا هنا المجاري تاع الماء كيف ضيقين هنايا من لا شارج تاع الالومنيوم تلقى تدي التورنير يشارجي لك وشي هو بحكم انه تلقى عنده لا شارج والخدمه منه هو يشارجي لك البلوك وما يحوسش يفهم عليك ما يحوسش يفهم على المسارات تاع الماء رجلهم قد ما رجلهمش. هذه النقطه هذه لازم نتايا اللي تتحراها معاه ولا مع الميكانيسيان اللي راه يخدم لك. بون باختصار هذه كانت من قبل الغاز واني لولها الغاز وداروا لها كوارث كوليكتور ادميسيون يفويتي بارتو لاكورديون تاعو لي طالع من رونيفلر مقطعه حاكمينها بالسكوتش تفويتي الهواء ليسونسيال كارثه. هنايا جبنا لها على كل حال كوليكتور شرينا لها كوليكتور جديد شرينا لها اكورديون من لاكاس زيد واش فيها ثاني لابومب تاع ليسونس ما طلعش لابومب تاع ليسونس لقيناها محكومه بالسيلان. تخيلوا نتوما حاكمينها بالسيلان لداخل لي تيو نتاعها كشما بدلو لها لاكارتوش حاكمينها بالسيلان ما طلعش ليسونس قد زيد الرادياتور شوفاج لقيناها مسي بريميا حنا درنا له رادياتور شوفاج درنا له رادياتور ودرنا له لي الاخر لي ديريت الفيسو كي انيلاو الغاز هذاك الفيسو خلطوه تخلاط خاطي خلاص ولينا رجلنا حنا كانت هنايا كامل مسخه بالزيوتات وزيت قديمه تيرمو قديمه بزاف كارثه هم مازالوا الاثار تاعها لهنا. ليسونسيال هذه كي جابها لنا مولاها ديكلارنا غير المشكل هذاك تاع ما تيريش ومغمومه وكذا مهم رجلنا حنايا كانت فيها ثاني لافوي تاع زيت في الكارتير في البومبالويل. البومبالويل لقيناها شوف البومبالويل لقيناها ما فيهاش جوان بريميرمون كي حلينا ولقينا لا كريبين لقيناها مرخوفه لقينا لا كريبين مرخوفه دي بولون تاعها الزوج محطوطين هكاك فرات صافي كانت فما تضيع الزيت صافي كانت ما طلعش الزيت مليح لقينا عنده مام بيرت بريسيون دويل ليسونسيال. مهم حنا كي خدمناها وصاي ونوضنا الموتور ورجعت تيري السياره ومريقله وكلش كي خرجنا سيناها درنا بها دورة هكا سخنت السياره غونفلات لي ديريت وسخنت كان فيها مام الاخر كانوا مديرين لها المانو هذاك تاع زوز هذاك اللي ينوض الفونتيرو ينوضها على 75. مهم حنا نحيناه هذاك عاودنا درنا له فيشه في الدوريجين هاي كيما تشوفوا هذه فيشه حطيناها له في الدوريجين وركبنا له مانو تاعها دوريجين تاع ثلاث خيوط عادي ليسونسيال. كي رحنا قلنا مشينا بها غونفلات لي ديري تسخن الروتور ما كانش كي لقينا الروتور ما كانش حلينا على البومباو لقيناها راشيه كلاها الماء كل كانت حديد كلاها الماء جبنا بومباو جديده ركبناها بقى نفس الشيء الروتور ما كانش ولينا قلنا كاين بوشاج في السيركوي حكمنا درنا الخل درنا لي برودوي منا كذا قلنا كش ما نيتوايو في السيركوي بقى نفس المشكل ولينا رصينا على انه السياره فيها جوان كيراس كاين بروبليم في السيركوي. المهم حلينا على البلوك حلينا لا كيراس لقينا ديجا لقينا بولون زوز ثلاثه انفارين هذا لقيناه انفاري خلاص مرخوف خلاص
والزوز هذا لقيناهم فارين. المهم هذا عاودناهم، لقينا هنايا البلوك لقيناه مشارجي من قبل وكثروا له بزاف الالومنيوم حتى قفل البلايص تاع الماء. شوفوا هنايا انا وسعت فيه لهنا كما تشوفوا، كان مسكر محسوب خلاص البلايص هذو اللي تشوفوا فيهم، هذو كانوا مسكرين خلاص. جوان كيلاس كي تحطوه هكا، كي تحطوه هكا جوان كيلاس. انا خلاص جوان كيلاس هاي كيفاه يجي، جوان كيلاس كي يجي هكا لي ترو هادو، هادو انا اللي حليتهم، حليت عليهم انا، كانوا مسيبريمين خلاص ما من بلايص هادو هنايا كانوا مسيبريمين، انا اللي حليت عليهم وسعت له هنايا باش الماء يطلع لاكيلاس، خاطر الماء يفوت منا من لابومبو يطلع لاكيلاس، من لاكيلاس يروح للروتور باش يمد لك الروتور مليح. ومام لاكيلاس كي حلينا لداخل لقيناها مغرشه بالكالكير، والاخر مبوشي هذا السيركوي، السيركوي تاعها لداخل مبوشي. المهم هنايا واش درت، نظفنا له مولاها جماعه راه ما عندوش باش يشري بلوك منا باش الناس ما كان لها يكومونتي وطيش عليك الزبل وروح بلوك جديد الناس يعلم بها ربي. المهم حنا راح نديبانيوه، قال ديبانيني وصاي حنا بربي ان شاء الله نديبانيوه بخدمه نظيفه. عندنا غير الكيلاس برك، حاولنا معاها نيتوايو بالرخام اللي تشوفوا البابي فير باش ما نريقلو لها السيرفاس تاعها. شوفوا هنايا كلاها كلاها الماء العادي كامل، كيما هنايا هنايا البلاصه تاع جوان كيلاس وني بورتي ونت بورتي لاكول كيما تشوفوا هنايا هاي مديره، لازم صافي هذه لازمها مسحها، لازم نديوها نمسحوها نزيد واش فيها. لقينا فيها ثاني الفيربرو كان تاعها مريكتيفي من قبل 050 او ليكم الكوسينين تاع تاع البالي 050 او 050 مام لي كوسينين تاع تاع ليبيا حتى هما 050. حنا درك واش راح نديرو له، هذا نديو فيربروكا نشوفو عليه ف عند التورنال هنايا لي كوسيني، نشوفو كيفاه بداو يتراسيو تاع البالي، لازم نعاودو له لي كوسيني تاع البالي ومام تاع ليبيال، ونديو له فيربروكا التورنالي كيل هنا، نزيدو مام نكلاسيو خاطر جهة البالي بدا يتراسي. هذا هو الساعة مبدئيا، حنا بربي ان شاء الله دوك نخدمو له الموتور يرجع بربي ان شاء الله مريقل. ليسونسيال كلش مام هادو، هادو ثاني مفارين، هادو لقيناهم من قبل البات معودينهم طلعوا لها في الفلتاج. هذا باختصار بالنسبة لي بيزا هذه. هنا كما تشوفوا الحمد لله السيارة خدمناها، رجلنا لها امورها، تنحلها المشكل هذاك تاع دوم تي لي ديريت، مام الروتور رجع قوي ما شاء الله. هنايا راني برجيتها وخديتها ترودي وتسكيت لها السخانة تاعها راهي مليحة، تيرموستات تفتح في الوقت، الفونتيلو تنوض في الوقت وتفتح مريقل الحمد لله. برك هذه واش بقالنا نخليوها تبرد، نديرو لها الجيدوز تاعها ونمدوها لموراها وربي يصلحها ان شاء الله. هذه الحمد لله كملناها، عندنا ثاني بولو منها حتى هي كملناها ريفيزيون، كانت كونسومي الزيت الموتور تاعها سي بون حطيناه كما تشوفوا. هذه درنا لها، درنا لها ريفيزيون جينيرال، عاودنا لها بومبا لويل، عاودنا لها لي كوسيني، عاودنا لها لي سيغمون، البلوك تاعها لقيناه مليح ما فيهش السوسه. درنا لها جوان كيلاس والفيكتور رونز الازرق كما تشوفوا، كلش تاعها مريقل الحمد لله. بقالنا ثاني حتى هي نركبوا لها حوايجها ونوضوها طرودي حتى هي. هذا هو الفيديو، ان شاء الله تستفادوا، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.